نور الهدى. أي إذاعة محلية أو عربية كانت لا تخلو من أغانيها، فهي فنانة حققت النجاح الكبير منذ أول ظهور لها. إنها نور الهدى، فنانة أتت من بلاد الشام وسط العمالقة لتشدو في وسط عمالقة مصر، ولكنها اختفت بعد فترة. فهل تعرف السبب؟ ولماذا يقال أن مصر طردتها وظلمتها لبنان؟ وكيف كانت نهايتها على يد أرقوش؟ من خلال حلقة اليوم سنجيب على جميع الأسئلة المطروحة وأكثر، لنتعرف عن قرب على صاحبة الموهبة الغنائية الكبيرة نور الهدى. إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. تربت في كنف المدرسة الفنية لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. تبلورت موهبتها الفنية في سن مبكرة، واستطاعت هي تطويعها لتصبح معها أيقونة الغناء العربي في تلك الفترة، وذلك عبر أكثر من 20 عملاً فنياً مع عمالقة الغناء وقتها مثل فريد الأطرش، محمد فوزي ومحمد عبد الوهاب. ولدت ألكسندرا نقولة بدران أو المعروفة باسم نور الهدى في تركيا يوم 24 من ديسمبر عام 1924 لعائلة مسيحية أرثوذكسية، وتأثرت بالطقوس الدينية المعتمدة على النغم الموسيقي، وظهر تميز صوتها في حفلات المدرسة والحفلات الخاصة. جاءت أولى فرصها الفنية عندما كان الفنان يوسف وهبي في زيارة عمل إلى الشام وأعجب بصوتها، فطلب منها السفر إلى مصر. وبالرغم من أن والدها كان مغرماً بصوتي عبد الوهاب وفتحية أحمد، إلا أنه كان متحفظاً رافضاً لاحترافها الفن، ثم اشترط عليها مرافقتها أينما حلت. لذلك رافقها حينما سافرت إلى القاهرة بصحبة يوسف وهبي بعدما وقعت معه عقداً لمدة 5 سنوات، وهو الذي اختار لها اسم نور الهدى وقدمها في أول أفلامه جوهرة عام 1943. ازدهرت نور الهدى خلال 10 سنوات قضتها في القاهرة بتقديم أشهر الأفلام الغنائية مثل مجد ودموع مع محمد فوزي، وما تقولش الحد مع سامية جمال وفريد الأطرش. وفي نفس العام عايزت جوز، فقد دفع نضوجها الفني العديد من كبار الملحنين للتعامل معها مثل رياض السنباطي وعبد الوهاب، كما شكل الثنائي ناجح بستة أفلام مع كل من الأطرش وفوزي، وفتحت الباب بتألقها الفني أمام النجوم العرب أمثال نجاح سلام، سعاد محمد وصباح للدخول إلى عاصمة الفن العربية. حاولت نور الهدى إنتاج فيلم لها حمل اسم هدى، لكنه فشل فشلا ذريعا، اعتبره البعض نتاج تدخل والدها الذي كان مسيطرا عليها في اختيار الأعمال الفنية، فكان ينظر إليها باعتبارها ابنة أبيها. وشاهد فيلم حكم أرقوش خاتمة مسيرة نور الهدى الفنية في مصر بسبب مضايقات من مصلحة الضرائب، حيث اشترطت ألا تقدم أي حفلات في القاهرة والاكتفاء بغنائها في الأفلام فقط. وهناك أقاويل ترددت أنها تعرضت للغيرة من قبل بعض الفنانين الكبار، وقام البعض بالتحريض ضدها، لذلك قامت إدارة الشؤون العامة بعدم تجديد إقامتها، فغادرت بعدها إلى لبنان. وقد استقبلتها السينما اللبنانية بشكل لا يليق، فلم يطرق بابها أحد لكونها نتاج المدرسة الغنائية المصرية، فكان نتاجها الفني الوحيد فيلم لمن تشرق الشمس الذي لم ينجح على الإطلاق. أما على الصعيد العائلي فقد نالت نور الهدى لقب راهبة الفن، حيث لم تتزوج، وانزوت نور الهدى بعيداً عن أضواء الشهرة التي رسمت صورتها اللامعة خلال الأربعينات والخمسينات، حتى رحلت يوم 9 من يوليو عام 1998 عن عمر يناهز 74 عاماً، تاركة بصمتها الخاصة في تاريخ الفن المصري والعربي. ومن أشهر أغانيها انجيت للحق، حليوة، خد الجميل، شمس الأصيل، وليا زمان. برأيك عزيزي المشاهد، هل تصدق الأقاويل التي ترددت أن بعض الفنانين هم وراء خروج نور الهدى من مصر؟